اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره الاساتذه الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن اسلام؟ ازي حضرتك؟ سعداء جدا بوجود حضرتك معانا النهارده. ايضا الاستاذ عبد الحكيم ابو عالم. ازيك يا استاذ حكيم؟ ازيك كابتن؟ سعداء جدا بوجودك معانا النهارده. وانا سعيد جدا الله يخليك. استاذ عصام، استاذ عبد الحكيم، هبدا مع حضراتكم بالدوري العام. رؤيتكم بقى للنادي الاهلي خلال المباريات القادمه، سواء في الدوري العام او في الكاس او في السوبر او في المباريات القادمه او البطولات القادمه. في البطولات القادمه طبعا في النادي الاهلي النظام يحكم، يعني هناك اكيد يعني ورقه عمل واجنده لما هو قادم من بطولات، تبدا بكتله المباريات الثلاث، ثم مباراه كاس مع منتخب السويس، ثم مباراتين الاسماعيلي والاتحاد السكندري، ليصل لخمس مباريات دوري يوم 8 يونيو تحديدا، يوم مباراه الاتحاد السكندري سيد البلد زعيم الصغر، يعني اللي بنتمنى انه يتشاف هو كمان، لانه نادي الحياه من روافد الكره المصريه، وبالتالي لابد ان احنا نؤكد لجمهور النادي الاهلي ان العمل يثير وفقا لاجنده فنيه وضعها السيد كولر، منطقها انه عشان كمان جمهور الاهلي لا يتصور انه المرحله اللي انتهت معناها اراحه لاعبين، الرجل وصل بالنادي الاهلي كما كان يخطط مع محمود الخطيب المشرف عام على كره القدم بالنادي الاهلي، الى مرحله ان النادي الكبير الاهلي كعادته دائما مع وجوده بعد تجارب الموسمين او الموسم ونص اللي فاتوا، انه يبقى عنده 29 لاعب، ويمكن كنا بنقول مع حضرتك هنا وحكيم كان معايا في بعض الحلقات دي، انه الاماني الاهلاويه الدائمه انك تلاقي 20 او 23 لاعب يعني بيشدوا تيشيرتات بعض عشان يسمعوا ال 11، ثم ادوار للاحتياط الاستراتيجي في البنك المركزي الكروي الاحمر اللي هو كله الدقيقه زي 90، وصل المفهوم اللي دايما نجوميه الاهلي وقوته بتقوم عليه، وبالتالي انا شايف ان الراجل هيشتغل على ده، وان كتله المباريات الثلاث اللي قبل الاثنين الاخيرتين هتخلوه يبدا يعطي الفرصه باوقات اكثر لاراحه اولا اللي ما خدش اجازه، لان ده مخطط جزء فيه علمي، ومن ثم يشارك كل اللاعبين مع زملائهم في ما هو طريق لاستعاده الدرع. نعم. هنا مش تقول لي بقى ايه زي بعض الناس متوقعه انه هيلعب بقى بالباقيين علشان خلاص، لا، مهمه ايه؟ هو عايز الكل يشارك في استعاده درع الدوري. وبالتالي هنا هيبان باذن الله تعالى ان الرجل يعي تماما حجم المهمه وحجم اسمه والطور اللي عمله النادي الاهلي اخيرا سواء في افريقيا او في كاس العالم، ويبني عليه لما هو قادم، وبالتالي هذا ما اتوقعه، انه في زياده في مساحه ظهور النجوم اللي او باقي النجوم اللي الناس منتظراهم، مش عايز اقول اسماء لا يقع مني اسماء اخرى، وفي هذه الحاله الكل يكون حصل على فرصته كامله ووقف في الصف علشان ساعه ندهي الاسماء مين في الاستاندر ده، وده الحاجه العبقريه اللي الراجل اكنه مولود في النادي الاهلي كولر، اللي هو دايما الاهلي حتى حين يكون هناك لاعبين بره الاستاندر مش بيقول لهم دول وحشين او مش عاوزين اسلام بس عاوزين حكيم، لا، الفكره ان انت لاعب النادي الاهلي، اذا لم تكن فرصتك في النادي الاهلي فانت في نفس الشريحه دي ربما في تجربه اخرى، وبالتالي هنا هيكون باذن الله تعالى بدء بناء الفكره اللي قام عليها اولا مشروع الكابتن خطيب ومجلسه عائله الاهلي الكل، ثم في كره القدم اللي هو ان تاتي بمدرب بعد تجربتين مشروع، يعني يجلس معك لتكوين الفريق، مش الحلم ولا حاجه، الاهلي دي عوايده، الفريق الذي يجتاح البطولات بما فيها تكتيك كده لاول سوبر ليج افريقي. استاذ عبد الحكيم، دايما الكل بينظر لبطوله الدوري العام كان او لانها هي اللي بتودينا لكل البطولات،
يعني بطوله الدوري العام اللي بتوديك لدوري ابطال افريقيا، اللي بتوديك بعد كده السوبر ليج، بعد كده السوبر الافريقي لو فزت. لا السوبر ليج ما حدش بيروح له غير الاهلي. ماشي صح، دي عندك حق فيها. لا ما حدش بيروح له غير الاهلي. صح دي عندك، ما هو لسه ما هو اول واحد. لا 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 مش هيروح غير الاهلي. بص يا كابتن عشان بس في ناس كتيره والله بتطلع تتكلم، انا اسف من بطل حضرتك، تطلع تتكلم بدون درايه. عايز 10 سنين انجازات لاي نادي في مصر عشان يروح السوبر ليج، عشان يفكر الكاف يبتدي يفكر يحطك في الخريطه. لا ما هو انت مش فاهم انا قصدي ايه. انا قصدي ان النادي الاهلي، انا ما اقصدش كلام حضرتك. لا انا فاهم انا فاهم، لكن انا بقول لك انا بالنسبه لي انا بجي اقصد ايه. ما هو النادي الاهلي كده كده يعني رايح، ما هو لو عايزين ياخدوا نادي تاني في مصر 10 سنين. لا لابد. اه طبعا 10 سنين. لا الموضوع كبير جدا، اصل الناس والله العظيم في ناس انا لسه بتكلم مع اتكلم معاك، في ناس بتقعد تتكلم كده وتبقى ماسكه يعني تطلع للشاشه للناس وتصدر جزئيه ان ايه، ان لا انا ممكن السنه اللي جايه العب السنه اللي بعدها. لا الموضوع مش سهل انك تروح. القصه بالنسبه للنادي الاهلي التصنيف. ايوه انت التصنيف بتاعك فين دلوقتي؟ انت السنه دي في الالفيه اللي جايه انت لسه بتكلمنا عن نادي القرن العشرين، انت تصنيفك رقم 6 دلوقتي، انت ترتيبك رقم 6 في افريقيا، رقم 6 في الترتيب بتاع نادي القرن، فانت بعيد جدا تحت في النقاط. وهو بياخد تقسيم جغرافي في شمال افريقيا وسط غرب، فانت مش موجود، انت لسه قدامك سنين في النقاط. مش تتكلم على الانديه الاخرى. طبعا هي القضيه كلها مش تصنيفك انت رقم 6 فتاخد من ضمن العشرة. لا هو بياخد تقسيم جغرافي، التقسيم بتاع دوري السوبر الافريقي تقسيم جغرافي، فانت مش موجود معاه في الخريطه. ففي ناس بتطلع تتكلم تصدر جزئيه ان انا المفروض كنت اروح. لا فكمل معلش انا اسف ان ضيعت سؤال حضرتك يعني. لا انا بس اصل انا كنت هتكلم في الحاجات دي كلها، ولكن كنت الاول هتكلم في الدوري العام هو اللي بيوصلنا، اللي هو طريق كل البطولات. بس خلي بالك حضرتك ان مع اول سوبر ليج قبل ما يكمل حكيم، الاهلي هو من تم اختياره اولا بحكم الارقام. طبعا طبعا ثم اتى التسعة بتصنيف يوالي النادي الاهلي. ما اذا نظرت للارقام فالاهلي في حته، ما هو انا عشان كده بقول لك دايما ان انا بعتبر ان الاهلي موجود، ما لا انظر ان الاهلي بره او لا. لا مش حضرتك ده على فكره انا ما بصيتش كلام حضرتك. لا لا بالارقام طبعا، احنا مع بعض احنا مكلمين الكلام ده مع بعض. فيعني لا انا لكن انا بقول حتى للجمهور ان الواحد لما بيجي يتكلم، انا يعني الاهلي ما وبالنسبه لي ان هو هيلعب يعني انت فاهم. طيب نتكلم عن الاول على الدوري وبعد كده نرجع نتكلم عن موضوع السوبر لانه مهم جدا. دوري العام المصري عندك مباراة مهمة جدا مع انا بعتبرها مباراة من اصعب المباريات، ودايما على حظنا او النادي الاهلي، ما اعرفش حظنا ولا حظ حرس الحدود بقى ولا ما اعرف ولا سوء حظ. كل من بطولة نلعب الحرس، ترجع البطولة من بطولة وبطولة كبيرة. يعني انا فاكر اول بطولة لينا بعد كاس العالم اللي خدنا فيه ثالث عالم كانت حرس الحدود، صحيح في 2005 ولا 2006 حاجة كده. فكانت اول بطولة حرس الحدود، عشان كده ضربة في دماغي ان حرس الحدود. ما اعرفش هل هو عشان احنا بنحب حرس الحدود. طبعا كلنا بنحب الجيش المصري. حرس الحدود طبعا حرس الحدود. طبعا كلنا طبعا بنحب الجيش المصري كله. ممثل طبعا قواتنا المسلحه العظيمه. بص يا كابتن، حسنا فعل الجهاز الاداري او اداره الكره بالنادي الاهلي بان اعاده فرض الحظر الاعلامي من جديد داخل صفوف الفريق. وان خلاص دلوقتي احنا احتفلنا اربع ايام عشان كان في اجنده دوليه. صحيح. لكن طبع النادي الاهلي ان لو انت رجعت تاني يوم او تالت يوم بتقفل على طول وبتبتدي تشتغل، لكن انت كان في اجنده دوليه والفرقه خدت اجازه، فكانت الامور اتفتحت اربع خمس ايام. فالنهارده او امبارح خلاص كولر رجع خد قرار بفرض الحظر الاعلامي ورجعنا تاني نركز مباراه الدوري. مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي انه يركز، عشان اربع او خمس ماتشات انت لو كسبتهم دون النظر لنتائج المنافسين تكسب البطوله، وده هيسهل عليك حاجات كتيره جدا الفتره اللي جايه. منها رقم واحد ان انت لو حبيت مثلا تعرف تسوق اللعيبه اللي انت عايز تطلعها مثلا اعاره. أيوة. او بيع، وده يعني ده احنا مش بنقول حاجه مثلا مش هتحصل، كل مدير فني ليه رؤيه في اللعيبه، وده مش معناه بيقللش من لاعب هيمشي او لاعب هيقعد، دي وجهه نظر لواحد بيشتغل بالكوادر اللي معاه. النقطه الثانيه ان انت الكاف حطك في، وده قدرك، قدر النادي الاهلي انه خد دوري ابطال افريقيا، فبالتالي هتلعب بطوله السوبر الافريقي وحدد لها 13 اغسطس، فبالتالي انت لازم يكون عندك وقت معين تحسب البطوله بدري عشان تقدر تريح العناصر الرئيسيه زي ما انت عملت السنه اللي عدت، وكمان تستفيد بانك تدي فرصه لمجموعه الوجوه الشابه اللي موجوده في الفريق اللي ما كانش لها نصيب انها تشارك بصوره قويه، فعشان تشوفهم وتحكم عليهم التجربه في خمس ست ماتشات في الدوري. فانا وجهه نظري ان الجهاز الفني مركز جدا انه يحسم الدوري ان شاء الله باذن الله مبكرا في يعني الفوز المتتالي هيحسم لك البطوله عشان تحقق كل الاهداف دي. وكمان النقطه اللي حضرتك اتكلمت فيها ان انت لما تريح اللعيب عشان عندك موسم مضغوط جدا، انت هتشارك في عدد بطولات كبير جدا،
عندك اتنين كاس مصر النسخه دي والنسخه اللي جايه. ايوه عندك دوري احنا عد والنبي عد كام بطوله بس عشان اصلا انا سامع كلام في اتحاد الكره كده بس انا سايبه لبكره ولا لبعده نتكلم فيه. بص شوف عدد البطولات اللي احنا السنه الجايه يعني انسى السنه دي الكاس طبعا مش هيخلص السنه دي. انهي بتاع الموسم اللي فات ولا لا اللي جاي ده؟ لا الموسم اللي فيه ده واللي جاي بدي اتنين كاس اتنين كاس مصر واتنين سوبر مصري يبقى دي ايه؟ اربعه. دوري السوبر الافريقي ما حدش يشارك فيه في مصر غير الاهلي ادي خمسه. سوبر ليج دوري ابطال افريقيا ادي سته. السوبر الافريقي سبعه. كاس العالم للانديه ثمانيه. دول ثمانيه على مستوى الدوري بتاع السنه اللي جايه. دوري والكاس بتاع السنه الجايه لا ما احنا حسبنا الكاس كده تسعه. تسعه فاضل واحده ورابطه الانديه ورابطه بطولات السنه اللي جايه هيشارك فيهم ده غير بقى ايه المنتخب. لا مش السنه اللي جايه بدايه من يعني من شهر دلوقتي من 1/8 8 احنا ما حسبناش الموسم ده ما حسبناش الدوري ده لا كمان لا لا من 1 اغسطس اللي جاي الاهلي عنده 10 مسابقات يشارك فيهم بخلاف ان المنتخب الاول عنده بطوله امم افريقيا اللي تاهل لها برافو عليك في يناير. انا ما قلتش كمان بطوله الامم طبعا ما انت التجمع ده عندك 8 لعيبه من الاهلي او 9 في المنتخب فبالتالي انت القوام الرئيسي لفريقك ده بخلاف علي معلول الراجل ريحه علي معلول ومحمد كريستو للمنتخب تونس. وبمناسبه كريستو انا هقول لحضرتك على حاجه بس عشان الكابتن هاني سعيد طلع يتكلم على حاجه اول امبارح كده لطيفه بقول لحضرتك عليه ماشي. محمد الضو كريستو وعلي معلول في منتخب تونس. اليو ديانج منتخب مالي. بيرسي تاو في منتخب جنوب افريقيا. جنوب افريقيا فده اربع لعيبه وتسعه يبقى 13 لاعب في المنتخبات فانت لازم تحسب بطوله امم افريقيا عشان انت عندك 13 لاعب في المنتخبات. فطب مش هيريح لا فكده بقى انت هتشارك في 11 بطوله كنادي اهلي. انا سمعت وبرده استاذ عصام يا استاذ عبد الحكيم لانه ده موضوع مهم جدا الحقيقه هل من الممكن ان نرى ان القائمه بيقللوها في اتحاد الكوره ولا ده كان كلام يعني اللي انا عرفته ان هم لا هيبقوا 30 زي ما هي. شوف يعني من تجاربنا يعني واحنا جيلين في المساله العمريه يعني دايما ما تلقى بلالين الاختبار يعني هات البلالين يا زكي. طب وبالتالي ما انا بقول لحضرتك لا معلش اصل هو بالنسبه لي انا دلوقتي اعمل بنوت اختبار ايه يعني انا ما جبتش الرزنامه زي ما بيقولوا اخواتنا في شمال العربي الافريقي ما جبتش الاجنده بصيت لقيت ان النادي الاهلي زي ما عبد الحكيم عمل كده تمام عد كام 10 بطولات ما ده انت هلعب ازاي كابتن بتتكلم عن منطق احنا قلنا حتى القناه بقى فيها قناه الاهلي ويعني والاهلي دراما والاهلي كوميدي صحيح فضمن الاشياء اللي هي مش بجد لازم اقولها لك اللي هي بالظبط كده انك لما تجد الاخر بيتحدث وربما معه لوبي من 2-3 كمان عن ما تقسموها بالعدل ما لازم توزعوا البطولات ما لازم تحدوا من هذا ايوه ده اتقال يا جماعه اتقال كده ما توزعوا البطولات هو ما يا عم ده انت في ايدك كاس سخنه وبتدور على اللي بعدها هو ما فيش غيركم وتجد الكلام زي ما قلنا مع حضرتك قبل كده وكاننا عدنا يعني لستينات القرن الماضي حيث الاشتراكيه والحاجات اللي هي لم تكن ابدا يعني العالم المستنير يرضى بها الا في حكم زي خمس شارع الجبلية كده اللي هو عايز يرضي اي حد في اي حاجه فبالتالي لا يمكن اخذ هذا الكلام على ماخذ الجد يعني ايه توزع تورته اصلا عيد ميلاده 10 سنين غير 30 سنه غير 40 سنه وتقول لا كلهم يعني يقفوا صف واحد لابد ان يحترم الصغير الكبير ويشير ان انا ان شاء الله هبقى كبير فيهاش حاجة هو بنضرب لهم كل الأمثلة في كل العالم بتتوزع البطولات طبقا لمشهد من يفوز لأنه هو الأوفر حظا بسبب الشغل أولا ثم الإمكانية اللي بتأتي من زبونه اللي هو جمهوره اللي هو الملك الحقيقي ومن ثم مدخوله مين يقول أنه ده يتوزع بالعدالة وأنه الأهلي مش محتاج 30 لعيب يعني ده بالعكس المفروض الاهلي يبقى عنده 20 والباقيين لا تطبق عليهم القاعده خلي بالك انت ممكن توصف تسمع دي ايوه عشان ما تتفاجئش يا كابتن كمان ايوه او الحد من ان يضيف الى قائمه محترفين جدد او حوار قريبا كده هتسمعه اربعه كتير واتنين شباب خمسه كتير واتنين تحت السن ليه يا عم يا مصر مش ولاده ايه ده ايه اللي احنا بنقوله ده في عالم حولنا يتحدث أن لديك بضاعة تصدرها هي لاعب الكرة وتستورد أخرى إيه المشكلة؟ زي بالظبط أن البطولات الأفريقية فرغت من النجوم بقى دي فرق السنغال اللي منها ساديو ماني
طب هو ده المقاولين من غير مو صلاح يا كباتن؟ دول كباتن يا ناس. طب هو ده الاهلي من غير حجازي وتريزيجيه؟ مش عايز بس اقعد استفيض في الاسماء. وبالتالي كل ده هتفضل تسمعه على مدار الساعه. ليه؟ لانه في الاخر اعيد واذكر انه وانت مش قادر تحصل وتنطلق خلف البطل او تنافسه، عليك انك انت تخلي حد هو معدي يرمي في حاجه في الارض بتاع مسمار يعمل الكاوتش. بس انا بقول لهم والله هيغير الفرده وهيسبق برضه. هيسبق برضه طبعا، لان هو متعود على كده، متعود على كده انه لا ينظر. انا هقول لك كلمه ثانيه، سيظل ارنب ارنب والسلحفه سلحفه. ما هو ده، لانه هو متعود ان ده الطريق، ومتعود ان ده اختصاصه، لا شان له الا بهذا الاختصاص. وانت تتقدم للامام تتحدث عن النادي الاهلي، يا سيدي امتلك من المقرات ما تشاء، لكن هو انت قست المقر اللي طلع اوضه وصاله ده؟ يا سيدي اعملوا اوض وصالات، واعملوا انديه، واعملوا كل حاجه. هو ايه اللي بيدخل دايما المشهد الاحمر؟ اللي بيدخله في اي حوار بالناس ليها طلبات. انا ده اللي انا الحقيقه مش فاهمه يعني. فما بتصل لحد طاوله خمسه شارع الجبلايه بتلاقي الامور بقى فعلا لازم تتعرض في الاهلي كوميدي. ليه؟ لانه هذا الكلام لا يمكن في العام 2023 ان يكون ماخذ الجد يا كابتن، لا يجوز بالمره. وبعدين يحدث ده سبحان الله بقى، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن عمل. ممكن قدريات ما يكسبش، وايه يعني؟ وايه يعني عمر الاهلي ما تحاسب مع فرقه، مع العاملين، مع مجالس الاداره من الملاك الحقين اللي هي الجمهور والجامعات العموميه، على ماذا جنيت من بطولات، رغم انها يعني شغاله. في حد من الناس الجميله كده كان عامل فيديو قال لك بيجيبوا لها دواليب منين، ومع ذلك دايما على الاداء اللي سبحان الله لازم يغلف بنتائج طبعا. فانت بتيجي تتكلم على ده، فيروح حاصل ايه بقى؟ اشادات من انديه كبرى عبر مواقعها بقى، ولا حد مقبضهم، ولا يمكن يكون المان سيتي وغيره دول لجان. صعب شويه، صعب شويه يعني. وبالتالي الفيفا يحطك في يعني رمزيه ما يخرج به، الكاف يهنئ نجومك وكذا، يتسلم كهربا الجائزه رسميا. خلاص احنا عارفين ان هو وتشيلولو كل واحد 6 اهداف ماشي، لكن الاعلان الرسمي. وبرضه يقول لك الاهلي يسيطر على الكاف وعلى الفيفا وكمان على الاربعه الكبار دول، الانديه التي بعثت برسائلها. والمان سيتي اللي بيقول لك انا مستنيك في السعوديه كمان. ايه اللجان العظيمه دي؟ لجان حلوه ساعه. طبعا. طيب بالمناسبه انا عايز ارد على الموضوع ده، بس موضوع ايه؟ بتاع القايمه دي. اتفضل لو ينفع بعد اذنك. لا ينفع. اصل اللي فكر في الفكره دي غابت عنه حاجات مهمه جدا. يعني اللي فكر المفروض يبقى عنده، لا انا ما اعرفش مين اللي الموضوع، بس اللي فكر المفروض يبقى عنده. يعني جاي ما هو الاستاذ عصام موضحها. اصل بيقول لك 30 لاعب وخمسه مولد 2001، اعتمادا على ايه؟ انه مسابقه 2001 اتلغت السنه دي من منافسات بطوله الجمهوريه، بدات من 2003. طب هو عامل، هو تفكيره عامل كده ليه؟ يقول لك عشان المنتخب الاولمبي. طب المنتخب الاولمبي خلاص، انت مش ضمنك المنتخب الاولمبي هيروح اولمبياد باريس اصلا. النقطه الثانيه اللي ولو راح هو هيفضل اولمبي كام سنه؟ لا، النقطه الثانيه اللي هم، النقطه اللي هم ما يعرفوهاش، ان من شهر 2 2001 ما ينفعش يلعب منتخب اولمبي بدليل استبعاد عربي بدر. الله عليك. بدليل استبعاد عربي بدر من المنتخب الاولمبي، استبعد لان عربي بدر قبل 2 2001، فاي لاعب في 2001 مش موجود معاك الا لما ولدت شهر 1 وشهر 2. فانت حتى لو عامل القايمه 30 واحد وخمسه مواليد 2001، فانت الحجه بتاعتك نفسها بطلت، لان المنتخب اللي انت مش ضامن رقم 1 انه يروح اولمبياد باريس انه يتاهل، رقم 2 ان شهر 2001 كلها هيبقوا عدوا ال 23 سنه، فبالتالي مش هيلعبوا اولمبياد باريس. فانت حتى لو عاملها عشان كده فهي مش موجوده. يعني ده تفسير منطقي لل، مش منطقي والله. انا هذا التفكير غائب عن طاوله الاجتماعات، لانه بيقول لهم كلام لائحي جدا. فهتلاقي ناس تقول لك هو اللي قاله عبد الحكيم ابو علم في البرنامج ده صحيح يا جماعه، شوفوا لنا فلان عشان يجي يقول لهم صح ولا لا. طب بالمناسبه يا استاذ عصام، خلينا ننتقل الى، صح عندك حق طبعا في هذا الكلام، لكن خلينا ننتقل لمكان اخر لموضوع اخر، وهو اذا كان هناك مقارنه ما بين بطوله وبطوله، على اي اساس ده اولا؟ والمعايير يعني مثلا امتى اقول ان دوري ابطال افريقيا افضل من الكونفدراليه؟
او ان البطوله العربيه افضل من كاس الامم كاس دوري ابطال افريقيا، او هل من الممكن ان حد يقارن ده بده بده بده؟ مستحيل. للمقارنات يعني وسائل ومعايير. لا يمكن ابدا ان تكون بطوله الدوري كما بطوله الكاس. مساله سهله جدا جدا وما تزعلش حد. وبرضو سبحان الله عشان اللي عاوز يفهم يلاقي حاجه يفهم منها، جرى العرف انه غير الاهلي خد الدوري فذهب الى الشامبيونز ليج ابطال الدوري. الاهلي فاز بالكاس فشارك في اللي كان اسمها زمان بطوله افريقيا الابطال الكؤوس، ثم تدرجت الى كونفدراليه، ومن ثم البطوله العربيه هي بطوله شبه وديه، لكن الفيفا احتراما لاعضاء عرب كثر وايدي بيضاء فعلا على الاتحاد الدولي سواء بالخبره او احيانا ببعض العطايا، سمح ببطوله عرقيه لا يسمح بها لاي بشر غير العرب. ومن ثم هي في النهايه تسويقيه تسمح بان يعني يتجاذب العرب اطراف الحديث حتى في المدرجات كجماهير من انديه عربيه كثير. حتى دي بيحط لها معايير يا كابتن، ان تفوز مثلا ببطوله الدوري بطوله الكاس حسب الاتحاد العربي بيقرر، او انه يعمل زي ما عمل مع النادي الاهلي ان يدعو النادي الاهلي عابرا للتصفيات ان يكون مشارك لمزيد من اطفاء الجماهيريه ومن ثم التسويق. ايه اللي ممكن يتقال تاني يا كابتن غير اللي احنا بنقوله ده؟ لا اعتقد حول العالم كمان يا جماعه، وانا يعني مانيش ضليع في اللغه الاجنبيه، لكن مفيش معايير تاني فعلا. لو في حد يقول لنا اذا كانت هناك بطولات تقارن على اسس غير بماذا فزت واسم البطوله ايه، سواء الدوري او ما دونها اللي هو الكاس او كاس الاتحاد او الكاس الخيريه او 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 الناس بتنتج بطولات اكتر عشان تبقى اوعيه يعني للاستثمار الحقيقي بقى زي الحب الحقيقي كده، وبالتالي يعملوا الدوري الاوروبي وما بعد الدوري الاوروبي ودوري المؤتمر. مش كده يا استاذ؟ انت يعني اكثر حيويه من لا ما شاء الله عليك يعني. وبالتالي في الوقت اللي الناس بتزود حجم بطولاتها لمزيد من الاستثمار وبهجه الجماهير، لانه دي اسمها ككره قدم والرياضه عموما هي سلعه امن قومي وايضا سلعه ترفيه وقوه ناعمه للدول. مالنا بنعمل في بعض كده ليه؟ انا ده يبقى سؤال يعني دائم الطرح يعني، لانه ما حدش عايز يجاوب، ولما بنجاوب يقول لك بقول لك ايه اسكت. طب ودي اجابه؟ طب بقول لك ايه ممكن تسكت؟ اما هو اقول لك ايه؟ ما هو كمان احنا انت بتقول كلام منطقي جدا، انت عملتها صح جدا. هم بيعملوا كده بالظبط، مش هيرد عليك. استاذ عبد الحكيم خليني اخدك لجانب اخر في اتحاد الكوره برضو، ولكن لما اعرف ان الحكام يعني احنا بننتقد الحكام وحضرتك بننتقد اداء الحكام، انا اسف، اداء طبعا، ولكن لما يجي حاجه زي دي لازم نقولها ولازم نتكلم فيها، لانه من حق الحكم، الحكم بشر او شغلانه كمان بياخد منها بيسترزق منها وبياخد منها فلوس، وبالتالي لما يبقى متاخرات ب 25 مليون جنيه في ظل ان انت في نهايه موسم، طب ايه الموضوع؟ وكيف تطالب الحكام انت بقى؟ كيف تطالب الحكام ان هي تشتغل في ماتشات ممكن فريق منها ينزل او فريق ياخد دوري في ظل ان انت عندك متاخرات بهذا المبلغ الكبير؟ ده هياخدك لنقطتين مهمين جدا الملف ده. اولهم الضغوط اللي بتحصل لان انت ما تقدرش تحصل فلوسك كاتحاد كوره، ان انت بيتجيلك تليفون ما ايد للنادي الفلاني وما تخلوش يدفع، ايد للنادي الفلاني والنادي ده ما يعملش، مش عارف تجيب فلوسك. انا اسف يعني نقطه نظام، اغلب الانديه وعلى راسها النادي الاهلي دافعين مقدم يا جماعه فلوس الحكام، ما هو 90% وتلك كارثه. 90% في فلوس فين؟ ما اقصدش، انا بس قلت اقول لك عشان النقطه الثانيه يا كابتن اسلام، بخلاف ان انت هو ليه النادي الاهلي متميز عن كل المؤسسات والمنظمات؟ ان عرف يعايش الزمن اللي انت فيه. كل ما انت في سنه في التسعينات بدعت حاجه اسمها حقوق الرعايه، دلوقتي داخل في اعلانات الاوتو اد بقالك 10 12 سنه، لازم الاتحادات والانديه تطور من المنظومه التسويقيه بتاعتها، بمعنى انك توجد موارد دخل جديده، لا تتوقف عند ان انت مستني مثلا التسويق، الملابس، مش عارف مين اللي هي مصدر الدخل، لازم تحاول توجد مداخيل كتيره جدا ليك زي ما النادي الاهلي بيعمل دلوقتي. النادي الاهلي دلوقتي عمل اوتو اد، عمل ديجيتال، عمل كل ده اللي بيسير الوقت، الابلكيشن اللي اتعمل مؤخرا اللي اسمه الاهلي، دي حاجات كتير جدا. انت لازم جزء منها ان انت مش عارف تجيب فلوس عشان تدي الحكام فلوسها، مش عارف تجيب فلوس عشان تجيب لعيبه بالنسبه للانديه، فانت الجزئين ان انت الجزء الاول فيه تدخل انت مش عارف تحصل فلوسك، الجزء الثاني لازم توجد موارد
توجد موارد وافكار بره الصندوق زي ما الاهلي بيعمل عشان تعرف تجيب فلوس. مش معقول يكون عندك مثلا نجوم بحجم محمد صلاح والنني والامور انت ما فيش فلوس، في برضه موضوع انك ازاي تدور على موارد تدخل فلوس عشان تعرف تواجه العجز اللي عندك. انت لما يكون عندك نجوم بالحجم ده بالاضافه لنجوم الداخل، ازاي انت بتلعب جنوب السودان دوله نعتز بيها بس لكنها دوله منظمه وهي الدوله بتحاول ان تصبح دوله تستحقها القاره ويستحقها اهالينا في جنوب السودان، ازاي انت فكرتش تلعب مع البرازيل وتسوق ويسوق لك وحاجات كده؟ ما انت الراجل بتاعك انت بتاع الكاف اخر رد على الجواب. انا بقول لحضرتك الراجل بتاعك يا عم موجود. طب قلنا دي قلنا دي مصري يا عم بقى، طب المره دي اهلي والكابتن ابو زعلان، لكن دي المره دي مصري يا جماعه. هو الكابتن ابو اللي منع اللي يعني، ما هو ده ما ينفعش برضو عشان انت وبعدين تهترئ على الجانب المغربي فيخرجوا الناس مشكورين يقدروا مصر حق قدرها يقول لك مين اللي قال ان احنا طلبنا 100,000 دولار؟ ده احنا كنا هنقتسم الدخل مو صلاح ونجومنا المغاربه وحاجه عرض. ده احنا حتى بيحرمونا من التنظيم ده هنا يا جماعه، بيحرمونا من التنظيم ده والسياحه وكذا، كان مصر خلاص ما بقتش شغلانتنا لا السياحه ولا التسوق ولا اي حاجه، كان دي مش سياسه الدوله. ما هو انت هنا تعرف ليه بيتقال على النادي الاهلي كده، لان النادي الاهلي يدخل ضمن خطه الدوله في التنميه العمرانيه، فلما بيعمل اي اوضه وصاله في حته ما شاء الله بيتبني حواليها اوض وصالات تانية، يعني ضمن منظومه الدوله بالاضافه لفرص عمل والكلام بقى اللي ايه لما نقوله يقول لك اصل ليه في الاهلي دول لا مش بنهزر ولا بنهزر، بنقول كلام بجد. لما يكون ليك ابنائك في انديه اخرى يعني لسه سعد سمير اهو شوف بيقدم مستوى قد ايه وهو في سن كام وغيره وغيره وغيره، لكنه في نفس ذلك الوقت يتحدث دائما انه الاهلي لو محتاجني انا جاهز. تقول بقى الاهلي ممكن ما يتفاوضش كثيرا لان عنده منتج خرج منه يعني ليه حاجه الانديه الاخرى النهارده هو خرج. ما انا بقول لحضرتك لا كمان انت عملت اعراض لانديه انت في شراكات معها بنجوم كبار تمام صحيح، وبالتالي حين يكون هناك فرص للعوده هتقلب في دول يقول لك هو الاهلي يقعد ياخد ايه يا عم، ده منتجه اصلا، ده اولاده اصلا. الخروج كان مساهمه او شراكات مع انديه اخرى، مش كان في مستوى كذا وبعدين دلوقتي بقى كويس هترجعه، لا صحيح. ده اسمه بيزنس كرة القدم، اقتصاديات كرة القدم. وبالتالي يا جماعة والله يا كابتن ما تاخد الكلام ده بجد عشان خاطر حاضر. أستاذ عبد الحكيم برضو اللي أنا عرفته يعني أن هناك 40 نادي في الجمعية العمومية في اتحاد كرة القدم اعترضوا على النظام الهبوط والصعود في الدرجة الثانية وموضوع وصل لمجلس النواب واستجواب في مجلس النواب، وحضرتك مع هذه الفكره ام ضدها؟ وهسال برضه استاذ عصام هذا الامر. بص يا كابتن اسلام، هنرجع بقى لنفس النقطه اللي كنت لسه بتكلم فيها من شويه، تعالى انا همشي معاك نقطه نقطه. القرار اتاجل وهيتاجل تطبيقه تمام؟ والله؟ لا انا بدي مثال، انا بقول مثال اتاجل. انت تقول لو اتاجل انا بقول بدأ هدي مثال اتاجل. لا ممكن يبقى عندك معلومه. لا ما انا ما بتكلمش معلومه، اتاجل. حلو؟ القرار تم تراه وتاجل. طيب هل انتوا كانديه شعبيه حليتوا المشكله اللي عندكم؟ حليت ان انت تفكر ازاي تطور نفسك وتطور نفسك تسويقيا وتعرف تجيب فلوس؟ هل عرفت تستثمر اللي عندك وتحل مشاكلك؟ ما هترجع نفس المعضلات، اجلته سنه، اجلته اتنين، اجلته ثلاثه، هتروح فين؟ المشكله فين؟ المشكله ان انتوا كمجالس ادارات او ادارات بتدير انديه مش عارفين تستغلوا، مش عارفين تسيروا الواقع وتمشوا فيه. وانا بقول لك اهو يا كابتن، بعد بكره في اجتماع مع لجنه الشباب في مجلس النواب مع ال 130 نادي او 140 نادي حسب ما تم الاعلان، وان هيعترضوا وان هيتقال تمام اوكي. طب والمشكله اساسها فين؟ المشكله اساسها فين؟ نمي مواردك. نمي مواردك، ما هي دي المشكله الكبرى اللي احنا كلنا اتحادات وانديه كلنا بنلف حواليها يا كابتن، بنلف حوالين المشكله. انت كمجلس اداره طالع تعترض وبقالك 20 سنه ماسك النادي ده، عملت فيه ايه؟ جبت مصدر؟ هل انت مثلا دلوقتي في ظل التطور الرهيب في الاعلانات دلوقتي اللي اوتواد والاهلي بيعملها والكلام ده كله وانديه بره العالميه بتعملها، انت عملت منها حاجه؟ لما كان النادي الكبير ده كان نادي جماهيري ونادي جماهيري كبير جدا في وقت من الاوقات، فضلت واقف مكانك، الزمن عداك. ما هو ايه الميزه اللي عند الاهلي؟ الاهلي ما بيسيبش الزمن يعدي، بيواكب العصر. هل الاهلي دلوقتي بيعتمد على حقوق الرعايه في التسعينات بس ولا عنده الرعايه وعنده 500 حاجه تانية؟ كنا زماننا قفلنا. ما هي دي النقطه. هترجع اعترض تمام، الغي الدوري اجله. طيب بعد 10 سنين هتيجي تطبقه هتلاقي الانديه بنفس الشكل.
احنا الكلمه الموضوع ده كابتن من وقت انت ما بتلعب واحنا بنسمع الموضوع ده صح برافو عليك من هي نفس المشكله نفس الكلام ونفس الطريقه نفس وكل مره يتاجل وكل مره يتاجل عشان الانتخابات هو بيتاجل عشان الانتخابات فهنرجع تاني برضه هيتاجل بس هتفضل نفس المشكله الانديه بتندثر الترسانه مش موجود البلديه الاولمب اوكي معاك وعلى فكره وانا بقولها لكم من دلوقتي في انديه اسماء كبيره جدا جدا واحنا كلنا بنحبهم ممكن بعد 5-6 سنين تلاقيهم نفس المصير ليه لان تفضل نفس الموضوع معتمد على رجل اعمال رجل اعمال كبير يبقى هو رئيس النادي يدفع من جيبه يدفع ويكمل من جيبه نفس الموضوع ولكن برضو الموضوع ده كبير برضو يا استاذ عصام موضوع كبير لو جينا نتكلم فيه معلش ما هو برضو خلينا ناخد الجانب الاخر انا كنادي ما تبصش للنادي الاهلي معلش الاهلي في منطقه اي نادي تانية. فيهم أندية شعبية؟ كل الأندية الشعبية كمان ده بقى 10-15 سنة أنا هكلمك أنت بتتكلم عن نادي الأهلي؟ النادي الأهلي منظومة مقلوبة يا كابتن أنا آسف جدا أقول لك أنا قلتها قبل كده وهقولها تاني النادي الأهلي هو الجرار جميل هو اللي بي يعني أنا ما بقولكش إنك تبقى زي الأهلي يا كابتن إسلام بقول لك أنا ولا باخد بطولات بقية الأندية ولا بتاخد بطولات ولا بتحاول يا كابتن زمان زمان الأولمبي ما كانش بياخد بطولات الترسانة ما كانش منافس ايوه ما بس خلي بالك حكيم ما كانش فيها هم وقفوا مكانهم لا كانش فيها انديه شركات هم وقفوا لا هم وقفوا والناس اتطورت هم يستاهلوا اللي حصل لهم ايوه لان انت اهمال لا ما يستاهلوش وقفوا ما انا جاي لحضرتك مش النادي الشعبي اللي الناس اختارتهم يديروا ليه؟ لانه وقف يتفرج مقابل مصالح ضيقه أيوة على دوري تحول لدوري شركات بينما طب اناقشكم بقى في النقطه دي طب ما انا اكمل فكرتي طب اتفضل يعني انت لما تبقى الاولمبي وتشوف شركه ادويه جنبك الكلام ما بقاش فيه خشه ها ازاي تسكت وما تقولش للفيفا هو وغيره مع انها ادارات شاطره وفي وقت من الاوقات قبل كده كمان بما فيها شركات عظمى غير دول ها انتجت وانقذت الكره المصريه ربما من الاندثار بسبب منشآت وكذا لكن التخين فيهم يلعب لغايه 10 سنين واعلانه على نادي شعبي وشكرا وشراكه ليه لانه هذا النموذج من الاستثمار غير موجود انت نتاج بقى لاعب حماده وتوتو وعلاقات طيبه وشغل ابن اختي وش كده وعلى مسؤوليتي علاقات طيبه انا ما بقولش حاجه غلط ما كل حد فينا قد يحتاج وبقول ادارات تاني ناجحه وشاطره وبرضه عندهم جزء كده يحتاج تدخل كبير لانه ممكن برضه يجي تقول له شارك يقول لك وانا الناس دي بيقول لك انا متطوع ممكن يدمر الفلوس لابد من فكره لهذه الشراكه لانه هذا النوع من الاستثمار مش موجود في صحيح. كل العالم ولكن يا استاذ عصام انا كنادي شعبي لما الاقي نادي جاي طلع من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى وانا بشتري عبد الحكيم ابو علم وهو النادي اللي الشركه ده عايز يشتري عبد الحكيم ابو علم فنادي الشركه بيروح لعبد الحكيم ابو علم يقول له انا هديك 10 جنيه وانا بقول هديك 4 تمام اللي هو سعره اللي هو السعر الطبيعي اللي انا اقدر ادفعه كنادي شعبي تمام صح تمام. فانا لما بقول 4 انت حضرتك بتيجي مش بتقول له 6 أو 7 أو 8 انت بتقول له 10 يا كابتن ما ده اللي قلته لك فانا ما بقدرش اعمل يا كابتن ما ده اللي قلته لك لو هم اعترضوا من اول لا هجيب منين ما انت الزمن انت وقفت الزمن عندك يا كابتن عشان تقعد في الاداره وقفت الزمن عندك يا جماعه انت خليت ابو 10 ده حد ساله دخلك مين في الكوره غير المضاربه على اللعيبه انا اسف يعني حد ساله بتبيع تذاكر ولا لا لا اللي بيشتري ازاي لا ازاي ده 100 لا حد كمان عشان يرضي مراكز الشباب انت عارف الشركات دي بيحصل ايه ايه اللي بيحصل هو بيبقى عنده ميزانيه للاعلانات تمام حضرتك ادرى مني بهذا تمام. الكلام تمام. الميزانيه دي بيعمل ايه بيقول لك بدل ما اصرفها على الاعلانات اصرفها على فرقه الكوره ما انت قلت اللي انا قلته عارف يصرفها على انهي فرقه كوره لغايه 10 سنين واعلانه على فريق كوره يموله كل العالم كده لا يا كابتن ما تعملش كده خلينا نتكلم بوضوح خلينا نتكلم بوضوح لا انت حضرتك قلتها بكده انا مش صاحب افكار عظيمه ده النموذج العالمي حولنا ده النموذج اللي في المغرب ده النموذج اللي في الجزائر ده النموذج اللي في نيجيريا ها بقول لك ايه القضيه دي يا كابتن مولوديه نفط وهرات أول ما السيركة سابته ما عملتش فريق اسمه نفط وهران لوحده بدأ يقل مدخوله بدأ ما يتصدرش المشهد في الكرة الجزائرية لكنه عاد وعمل ترن ودخل مع شركة تانية بس مش متذكر الاسم إذن السيد حسن فريد حي يرزق ربنا يديله الصحة مادة 18 تحظر الشركات دي في الأندية البلد اللي حضرتك بتقوله بقى في الشركات العامة ده معمول للراجل التخين ده يحط كرشه على ترابيزه البنج يلعب مش يروح يتعاقدوا مع لاعب الاهلي والزمالك والترسانه في البنج بونج ويلعبوا طب ما هو ده انا بيطن في ودني قرار سيادي لاقتصاد مصر علشان يقول
افعلوها ويكون هذا الزواج. طيب انا بس عشان الذي أنا عشان ينجح صحيح. كرة القدم كسلعة بقى اقتصادية للخزانة العامة. انا صحيح. بقوله مسؤول عن الخزانة العامة صحيح. مش الاندية بس. تعرف مع ان جزء ان الاندية في لندن في انجلترا كرة القدم يا كابتن طبعا لان مفيش واحد يشتري لعيبة يا كابتن ها ويقول عندي بند اعلانات فهلعب بيهم كورة ممنوع يا كابتن. حاجة تانية السادة النواب انتم ضليتوا الطريق، خلوا مراكز شباب واحد يلعب سله وواحد يلعب جري وواحد كذا، وهاتوا له اعلان حتى لو العطاره اللي على ناصيه القريه، وهاتوا للتاني اعلان من الراجل بتاع غزل البنات، كل وقدره. ده محتاج قرار سيادي. طيب هكون سعيد ان شاء الله لما اسمعه. من فضلكم احنا بس محتاجين للشباب اللي في الاعداد الحلقه او الموضوع ده نفتحه. انت وعدتنا انه ده يبقى ملف صح ونعود له صح كثيرا لازم يعني. نقعد ونرفع مصداقيه الاهلي للدوله. احنا لو تفتكر لما كنا لما كنا بنقعد كنا اربعه كنا اول ناس اتكلمنا على موضوع اللعب النظيف. نقعد اربعه ونتكلم لا لا مش اللعب المالي النظيف. اللعب المالي النظيف لان انت وقتها كنت في انديه بتجيب لعيبه بارقام ده اللي كان الموضوع بيتكلم عليه استاذ عصام وانت ما بتعرفش تحاسب لكن لازم تعرف. هو ده ما هو ده اللي بقوله ان احنا ده اللي فتحناه من اول السنه دي اعتقد صح مش كنا لما كنا قاعدين كنا في شهر 7 اللي كنا في شهر حاجه أيوة. كده وساعتها أيوة. اتهاجمت هجوم يعني وقال لك انت بتتريق على مش عارف مين ومش صحيح. طب اقول لك حاجه مهمه النهارده وعلى مقربه من مدينه الانتاج جلس السيد كامل ابو علي والسيد مصلحي ومعهم نفر من رؤساء الانديه الشعبيه لمحاوله الانقاذ. بس جلسوا مع مين؟ مع زعيم الرابطه اللي هو مدير تنفيذي في شركه ورئيس تنفيذي لشركه ثانيه تمتلك فرق. نعم فقال لهم ده الانديه دي في عينينا مفيش حاجه اسمها كده. الدوري المصري لم يباع واعيدها لك كل ما قبلك الدوري المصري لم يباع حتى الان صحيح. تمام اذا نحن نحتاج ان تتحمل قناه الاهلي مسؤوليتها كالنادي الاهلي دائما وهي احد اهم روافضه وتفتح هذا الملف لانه لا فيه انتكاسه للشركات دي. ده انا بقول واعيد واكرر شركات تنجح اداريا تفتح ما قدمته من منشآت لأهل المناطق اللي هم فيها كأندية حقيقي إضافة حقيقي للتنمية حقيقي وتلعب لحاجز العشر سنين. عارف ساعتها مع احترامي اللي بتوع الأكاديميات لا توجد أكاديمية في العالم فيها طفل بيدفع فلوس إلا هاي ستاندر فده كده كده أهله وبرافو عليهم مش عايزينه يروح يلعب كرة قوي عاوزينه بس يحموه من حاجات لكن النموذج في أفريقيا أنت تدفع للأولاد وتنمي حتى عائلاتهم. ده مهم جدا وده موضوع مهم جدا هنتكلم وعد يعني لا خلاص عندي اوراقه مهمه جدا ان شاء الله ربنا يكرم وان شاء الله ان شاء الله بس نعدي ماتشات الدوري الثلاث اربع خمس ماتشات اللي جايه حق الانديه على النادي الاهلي بالمناسبه لا طبعا وهفتح وهخلي وهنحاول طبعا نجيب الكل اللي حضرتك بتتكلم عليهم كل واحد وله قد يكون له رؤيه حضرتك تقتنع بيها ارجوه ونحاول مش حاجات اقناع عايزين نموذج او بس نموذج بس على معلش انا عارف ان حضرتك عايز تختم يا كابتن بالعقل احنا انا هقولها لك والله العظيم احنا بننتقد كتير جدا حاجات في اتحاد الكوره بس المنطق وبالعقل بيقول لك الكلام ده لو طبق ده الصح انت دلوقتي بتوجد انت مش هينفع تعمل رابطه ل 48 نادي بيلعبوا في دوري الدرجه الثانيه وتذيعهم تلفزيونيا في ملاعب صعبه فلازم تعمل دوري ده لكن القضيه كلها انت هتفضل كل سنه تيجي تعمله هتواجه بالموضوع ده. طيب ايه الانديه دي اجل المره دي وانا بقولها لك اهو بعد خمس سنين تعالى طبقه هتلاقي نفس المشكله ما عندناش موارد ما عندناش موارد ما عندناش موارد. طب يا جماعه ما انتوا هتفضلوا واقفين كده مدى الحياه. طيب اتمنى ان حضراتكم اقول لك حاجه لطيفه قوي فضل. هو ليه كل واحد مستسهل انه يشتري لعيبه وكور ويحط فريق من الرابعه للاولى؟ طب ما مره واحد يستثمر في استاد فيزود المنشآت الماتش ب 150,000 شوف مكاسبه ويبقى مول وسينما وترفيه وكذا 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 وسنتر ثانويه عامه لو حب كمان لكن كله عاوز دي اللي ملهاش حساب زي ما هو قال. اتحاد الكره انا معاه بقى اذا لم يفعلوا كلنا معاه في اتحاد الا هذا اذا لم يفعلوا الا هذا برافو عليهم. طبعا لو وصلوا لهذه النقطه يبقى مش برافو عليهم ده هايل. قبل بس ما اختم لانه الموضوع ده احنا فعلا محتاجين تختم بسرعه قوي بسرعه الساعه 2 ما في ناس لسه عايزين يعرفوا هنعمل ايه في الناس دي لا هنوصل لهم وهنتكلم عنهم هيبقى الموضوع كاملا بس ده وعد من قناه الاهلي ان شاء الله ما لا تقلق يعني لكن هو احنا بس الفتره اللي فاتت بطوله افريقيا خالص. وبعد كده ان شاء الله ربنا يكرمنا عندنا دوري وعايزين نقف في دور كاس سوبر افريقيا بعد ما هيبقاش في وقت نعم كاس سوبر افريقيا بعد الدوري ما مفيش وقت اصلا لا بعد الدوري ممكن نخطف في النص يعني هيبقى لسه ان شاء الله ونطرح ورقه عمل من قناه الاهلي ونطرح ورقه العمل دي من خلال قناه الاهلي ومن خلال وجود حضراتكم ونجيب بقيه الزملاء ونتكلم في هذا الامر ونعملها قضيه راي عام زي ما كنا عاملين اللعب المالي النظيف
واللي حصل في بدايه تاخد رقم كده 27% مما تحتاجه الخزانه العامه يدخل من مشروع كره القدم الشبيه بالخمس دوريات الكبيره، لا فكره حد ولا احسنت. يلا عم. تمام. اخيرا توقعاتكم ايه للهبوط السنه دي؟ لا يصعب، بس الجدول اللي انا شايفه اللي في الاخر دول هم يعني الأقرب. غالبا الاقرب. لا معركة سبع أندية من المركز الـ 12 من أول سيراميك كليوباترا 33 نقطة لحد طلع حرس الحدود بره الموضوع خلاص. لحد الداخلية 29 بونت، فرق 4 بونت من المركز الـ 12 لحد المركز 17 33 سيراميكا، الداخلية 29 بونت. السبع أندية دول في اتنين منهم هيروحوا، فالدنيا صعبة جدا بالنسبة للسبع أندية دول، ما فيهاش حد فيهم يضمن إنه يقعد الا في فرقتين بيلعبوا لاعبين 31 مباراه يمكن لهم فرصهم اقل، بس الدنيا صعبه جدا بين السبع فرق دول عشان اتنين منهم يحصلوا حرس الحدود. عموما سيراميكا، اسماعيلي، غزل محله، طلائع، اسوان، داخليه، هم دول السبعه اللي هم من 33 نقطه سيراميكا لحد الداخليه 29 نقطه. النقطه كام من تحسبها ساعه؟ النقطه كام؟ 36. ما عشان كده انا استثنيت اللي هو يعني تعدي ال 35. تعدي ال 35 36 بقى 37. ما شاء الله حكيم بيبقى يعني لا حكيم في الحاجات دي بيظبط. عموما انا بشكركم جدا على وجودكم معنا، شكرا جزيلا للاستاذ عصام، شكرا جزيلا للاستاذ عبد الحكيم، وان شاء الله نوعد حضراتكم ان شاء الله ان خلال الفتره اللي جايه، لانه هذا الموضوع هو موضوع هام جدا 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 ويجب ان يتم فتحوا من خلال قناتكم قناة النادي الأهلي. شكرا جزيلا أستاذ عصام، شكرا جزيلا أستاذ حكيم، أنا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.